هنا على هذا الثرى تحت تلك السماء توحدت البلاد لتصبح مملكة شاسعة بحجم قارة تتوسط ثلاث قارات. وانطلقت مسيرتها محلقة بفضل الله نحو آفاق المجد والعلياء. ومنذ انطلاقة نواة الطيران في المملكة قبل 85 عاماً، تم حتى يومنا هذا تشييد 28 مطاراً دولياً وإقليمياً ومحلياً. وانطلقت ملايين الرحلات، وجابت الأساطيل الجوية أجواء المملكة لتربط بين أراضيها مترامية الأطراف وباقي بلدان العالم. وتحتل مكانتها الجوهرية، فهي مهوى أفئدة مئات الملايين من البشر ومهبط الوحي ومهد آخر الرسالات. واليوم تواصل مملكتنا انطلاقتها برؤية 2030 التي بدأت ثمارها تتجسد أمامنا بطموحات تحلق عالياً فوق هام السحاب، تتحول إلى إنجازات ضخمة ملموسة على أرض الواقع. اليوم تلتقي آفاق رؤيتنا بنتاج إنجازاتنا. اليوم نفتتح مطار المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز الدولي، الوجهة الأحدث في المملكة، بوابة بلاد الحرمين الشريفين إلى كافة أرجاء العالم.